مثل ما تعرفون طلاب، احنا بدينا بالمحاضرات الاولى، عرفنا بدايه عن برنامج الفيجوال بيزك، عرفنا انه يحتوي على واجهه رسوميه نستخدم كتابه لغه البرمجه حتى نستطيع معناته نفهم الحاسبه بالبرنامج او المخرج اللي احنا نريده. فعرفنا انه البرنامج يتكون من 5 خطوات، اللي هي عمليه الادخال، عمليه التعريف، على العملية الحسابية وعملية الإخراج. وقلنا ذن العمليات الطرق الخمسة تكون متسلسلة بالبرنامج. إيش قلنا؟ راح نأخذ تغييرات البرنامج، راح تكون هاي الخطوات ثابتة. فأخذنا البداية بالبرنامج، بداية بسيطة عن البرنامج، عرفنا الواجهة مع البرنامج، الواجهة الرسومية، عرفنا عملية كتابة البرنامج وين نكتب الكود، عملية طريقة تنفيذ البرنامج. واليوم راح ناخذ مجموعه من الامثله راح تكون متنوعه على موضوع الاف الشرطيه شلون نستخدمها، على موضوع الدو، على موضوع الفور، على موضوع الفاكتوريال هاي شلون راح نستخدمها ونكتبها بلغه الفيجوال بيزك ونفهم الحاسبه انه هذا البرنامج نريد ننفذه ونفهمها انه هذا البرنامج بلغه الفيجوال بيزك. فهسه اليوم لو راح نبدا بالبرامج نشوف عدي البرامج، نشوف البرنامج الأول يقول write program to find the average of seat numbers the last number 12. هسه البرنامج الأول يقول لي أريد average، شنو يعني معدل مع المجموعة أرقام، أقل رقم مش قد لا راح يكون 12. زين، هسه أنا من أشوف البرنامج أشوفه بمين راح أكتبه، بيا صيغة أكتبه بصيغة الدو، اكتبه بصيغه الفور يا صيغه. احنا قلنا الدو عندما يكون الشرط شنو غير محدد، واستخدم الفور اذا كان الشرط شنو اذا كان الشرط محدد. هسه انا قال لي اقل عدد 12، ما حدد لي يعني ذن الاعداد، ممكن يكون 10، ممكن يكون 20، ممكن يكون 30 عدد، المهم هنا اقل عدد هو لازم يقد يكون 12. فلهذا راح استخدم يا طريقه، راح استخدم الدو. لو قايل لي مثلا من الواحد الى 12 اذا حدد لي هاي استخدم الفور. فهسه اشوف طريقه الحل. بالبدايه اول خطوه ايش راح تكون؟ التعريف. ايش راح اعرف كم متغير هسه عند البرنامج؟ راح يكون عندي 3 متغيرات، اللي هو السميشن والكي والاي. الاي هو المن هذا استخدمه للعداد، والكي استخدمه المن للمتغير اللي راح ادخله، والصميشن المن للمجموع مال الاعداد. فاكيد بما انه المجموع فراح يكون ايش قد الصميشن راح افرضه بالبدايه؟ راح اكيد افرضه 0. فراح ابدي اقول الدو انتل اكس اقل من ايش قد؟ من ال 12. اذا هسه شرطي بالسؤال انه اجمع اي عدد اقل من ال 12. اذا كان عدد اكبر من 12 بي راح يهم له البرنامج. فسدو اكس اصغر من 12 سميشن يساوي شو يساوي السميشن؟ مجموع الاعداد على شنو؟ على عدد هن اللي اي لوب ارجع برنت من وين؟ برنت الافرج. زين، هسه سؤال، لو اشيل البرنت الافرج اخليها قبل اللوب شو راح يصير عندي؟ لا راح يطبع لي الافرج كل مره، راح يطبع لي كل مره يجي يدخل الافرج قد راح يصير لنا السميشن؟ راح يطبع لي الافرج مالته. واضح؟ بما انه خليت الافرج بعد ما غلقته باللوب، ايش راح يطبع لي؟ الافرج المره واحده، الافرج النهائي. يعني مثلا لو ادخل مثلا 4 اعداد، ادخل مثلا 3، ادخل 5، ادخل 15 مثلا، وادخل 6، ايش راح يسوي البرنامج؟ يجي اول عدد ايش قد هو؟ للصميشن، اول عدد 0 فارضي احنا، راح يجمعه ويا من؟ ويلي 3. ايش قد راح يصير؟ 3 راح يرجع مره ثانيه يجمع ويا من؟ ويلي 5 راح يصير 5 تقسيم ايش قد؟ تقسيم 2 راح يرجع ياخذ 15، ياخذ 15 ما ياخذها؟ راح يفرضها، لان انا قايل له بالشرط مالتي بده انه اقل عدد 12، راح يروح لوين؟ لل6، راح يجمع ال3 وال5 وال6 ويقسمها على ايش قد الاي؟ راح يقسمها على 3. ورا انتهاء العمليه ايش راح يسوي؟ راح ينطيني الافرج. واضح؟ انا بهاي الحاله لو بخلي البرنت قبل اللوب راح ينطيني كل مره شنو؟ الافرج، راح يطبع لي الافرج كل حاله. واضح؟ اذا هسه الدو تنتهي بمن؟
تنتهي بلوب. لازم تغلق الدو بلوب مثل ما تغلق الاف في من باند اف، مثل ما تغلق البرنامج بي من بانصب. واضح هذا الكود مال هذا البرنامج؟ صار واضحني. نجي على البرنامج الثاني، خلينا نشوف اختلافه على البرنامج الاول. هسه البرنامج الثاني يقول رايت بروجرام تو فايند ذا بوزيتيف نمبر بتوين 100 نمبرز. هسه نجي نشوف السؤال، ابا السؤال احلله اشوف شلون طريقه حله. رايت بروجرام تو فايند بوزيتيف نمبر، شنو معنى بوزيتيف نمبر؟ العدد الموجب. زين هاي افتهمت انه اريد العدد الموجب بتوين 100 نمبرز. زين بين 100 عدد، هاي ال 100 عدد محدده؟ حددت لك من كذا الى كذا، من الواحد للمية. زين من السالب 100 للصفر للواحد حددت؟ اذا ما حددت شيء استخدم يا طريقه؟ استخدم الدو. لو محدد لك اياها قايل لك اوجد للبوزيتيف بين الواحد والمية، ايش راح تستخدم؟ راح تستخدم الفور. فرق الفور عن الدو انه الدو تحتوي على شرط، الفور ايش بيها؟ ما تحتوي على شرط فقط. شنو عباره عن شنو؟ عباره عن كاونتر، عباره عن عداد. صار واضح؟ لهذا السبب استخدم مع الشرط استخدم دو، بينما مع القيمه المحدده استخدم فور. فساجي بالبدايه اشوف شنو المتغيرات اللي عندي بالسؤال حتى ابدي اعرفها، لان اول خطوه عندي التعريف. هسه المتغيرات منو عندي؟ الاي اللي هو منو؟ اللي هو العداد، اللي هو راح داخل الاعداد ال100، يعني دني ال100 من الالف لل1100. زين دني الاعداد اللي مجهوله فقط انه اعرف ان فقط 100 عدد. اذا عرفت المتغير. زين اسوي وراها اكتب دو وايل اي ايش قد اكبر اصغر من اصغر من 100. يعني دو اي لا الدم اي از انتجر هسه الشرط مالتي هاي الاعداد لازم تكون اصغر من المية. اف باع الشرط اف الاي اكبر من الصفر ايش راح يسوي؟ ايش راح يطبع لي؟ راح يطبع لي من وين؟ راح يطبع لي الاي، لان البوزيتيف شنو الشرط مالته؟ اكبر من الصفر. بما انه قال لي بوزيتيف لازم ايش عندي وياها؟ عندي اف، لازم ايش عندي؟ عندي الشرط، والا انا شلون راح اعرف العدد الفردي او العدد الزوجي او العدد المفرد الا باستخدام شنو؟ الا باستخدام الاف، الا باستخدام الشرط. زين فهسه الاف بمن انهيها؟ عند اف. واللوب بمن انهي الدو؟ اللوب. وبهاي الحاله راح ينتهي البرنامج فقط، يعني ما ممكن يتنفذ البرنامج، راح يطلع لك ايرور اذا تسويت اذا ما نهيت الاف باند اف، واذا ما نهيت الدو بمن؟ باللوب. صار واضح يعني؟ فرق بين دو وايل ودو انتول. ها هي دو وايل ودو انتول. دو وايل الى يعني لحد هذا الرقم، ودو انتول الى هذا الرقم. واضح؟ هي كطريقه عمل هي نفس البروسيجر، يعني نفس الحدد، يعني هي تحدد العدد للنهايه. زين؟ هسه لو نجي نشوف البرنامج الثالث. يقول رايت بروجرام تو فايند ذا مينيمم نمبر، يعني مينيمم نمبر شنو معناها؟ اصغر عدد. اف وي انتر 3 نمبرز. زين هسه احنا راح ندخل كم عدد؟ راح ندخل ثلاث اعداد. ايش قدر شنو نعرفه؟ اصغر عدد. فهسه ايش عندي هنا بالسؤال؟ كم متغير؟ عندي كم عدد راح ادخل؟ ثلاث اعداد. زين ذن ثلاث اعداد ما اقدر استخدم من فور؟ لا ليش ما اقدر استخدم من فور؟ احنا ثلاث اعداد اقدر اقول الفور من الواحد للثلاث. فور من الواحد للثلاث. لا انا هسه ايش عندي؟ انه يقول لك ثلاث اعداد، اعداد غير معرفه. فيقول لك انا اقدر اقول فور اعتبره هذا اي هو ادخله من الواحد للثلاث. هسه كعملية حسابية ما عندي عملية حسابية، هو فقط انه راح اتشيكن باستخدام شنو؟ انا هسه اذا اريد اتشيك بمن اتشيك؟ باستخدام يا طريقة؟ باستخدام الاف، مو صحيح؟ باستخدام الشرط، اقارن العدد الاول بالعدد الثاني، مو صحيح؟
هسه بوري شو راح الحل. هسه بالبدايه شو راح اعرف؟ راح اعرف الاكس وراح اعرف الاي از انتجر وراح اعرف المينيموم. فعندي ثلاث متغيرات، انه ادخل ثلاث اعداد وعندي لوب وعندي شنو الاخراج اللي هو شنو المينيموم. اذا هذه خطوه تعريفيه. هسه المينيموم افرضه ايش قد يساوي؟ ثلاثة اللي هو اكبر من وين؟ اكبر عدد. انا هسه لو بالاصغر لو رايد لو رايد لو رايد اكبر عدد افرضه من وين؟ الاول وابدي اقارن بمن؟ بالبقيه. بينما اذا اريد اقل عدد شو افرضه من وين؟ الاخير الثالث وابدي اقارن بمن؟ بالبقيه. فهسه المينيموم فرضت ثلاثة. هسه كم عدد اذا بدي استخدم الفور عندي؟ من الواحد لوين؟ ثلاثة. باوعني هسه الانبوت بوكس الاكس عملية الادخال، هاي خليها ببالك، عملية الادخال تصير بعد الفور، يعني ما ممكن تدخل العدد قبل الفور، ليش؟ لان استاذ هي الفور محدد له قيمة، قايل لي لان بالفور 1 عندي الاعداد الثلاثة تندخل. واضح؟ لو ادخل الاكس قبل الفور راح يعرفه كم رقم؟ واحد. بينما من دخلت الاكس بعد الفور كم رقم صار عدد؟ ثلاثة. هسه فهمت شنو؟ هسه الاكس هي تعريف الارقام، تعريف المتغير، لان الارقام يمكن يكون 6 5 و7 مثلا. هذا اكس 1 هذا اكس 2 هذا اكس 3 صحيح ولا مو صحيح؟ على سبيل المثال ذن الارقام، ذن الارقام هذن المتغيرات لو ادخلهم قبل الفور راح يقرا لي كم متغير؟ واحد. راح يقرا لي متغير واحد. بينما اذا دخلتها بعد الفور كم متغير راح يقرا لي؟ ليش؟ لان انا قال لي الفور منين؟ من الواحد لوين؟ للثلاثه. فتنتبه، خليها ملاحظه ببالك، اذا تستخدم الفور تصير عملية الإدخال بعد منو؟ بعد الفور. إذا تستخدم الدو عملية الإدخال تصير وين رامن؟ بعد الدو. هاي من تكتب من تكتب الكود خليها يعني تنتبه، يعني دائما احنا عندي بالخطوات هي عملية التعريف بعد الإدخال بعد العملية الحسابية. هنا التعريف ما عندنا به مشكله، راح يبقى التعريف بالبدايه عارفه انه هذا دبل هذا انتجر هذا شنو المتغير راح ادخله. وراء عمليه الادخال، عمليه الادخال كم متغير لازم تنتبه انه مستخدم الفور مستخدم الدو حتى الاكس يتكرر او المتغير يتكرر مع تكرر اللوب مع تكرر الفور. صار واضح؟ دائما الادخال يصير بعد الفور بعد التكرار. كذلك نفس الحالة بعد التكرار، لأن من راح يكرر العدد؟ راح يكرر المتغير. هو راح المتغير شلون يتكرر؟ أنا ايش فرض المتغير؟ بس هو كم متغير عندي بالسؤال؟ ثلاث متغيرات مو متغير واحد. إذا دخلت قبل الفور صار كم متغير؟ واحد. صار واحد. بينما إذا دخلت بعد الفور راح يعرف أنه كم متغير؟ راح يصير ثلاث متغيرات. صار واضح عني؟ إذا هسه إكس أنبوت بوكس راح يدخل الأعداد. زين هسه بعد ما الشرط الاول حققته انه دخلت ثلاث اعداد، هاي الفور انه فقط استخدمتها على مود ادخل ثلاث اعداد، مو كم ما افرض اكس 1 اكس 2 اكس 3 وابدي اقارن اف اكس 1 اكبر من اكس 2، لا استخدمت الفور، هاي واحد. هسه ايش راح ابدي؟ اقارن اف الاكس اصغر منين؟ من المينيموم اللي هو انا منو فارضه؟ هو هذا مو عدد ثلاثة، بينما بدو باللوب اللي هو العدد الثالث معناه. جاي تفهمني؟ العدد الثالث اللي هو هنا 7. واضح؟ هذا متغير. يا بي يقول لك اف الاكس اصغر من المينيموم، يعني الاكس اللي راح تدخله اللي هو اول عدد ايش قد؟ 6. ويا من راح يقارن المينيموم انا فرضه؟ وي 7. صار واضح لو مو صار واضح؟ اعيد لك اياها. يقول لك اف الاكس، هسه الاكس انا دخلته كم عدد؟ ثلاث اعداد. زين اللي هن 6 5 7. بس قبل ايش فرضت المينيموم العدد من وين؟ اللي هو من وين؟ 7. زين هسه يقول لك اف الاكس يبدي بمن؟ باول عدد. اف الاكس اللي هي من وين؟ 6 اصغر من 7؟ اصغر من 7. زين المينيموم من وين؟ 6. And if
ليكس سبرنت المينيموم. ايش راح يسوي؟ راح يجي يقارن بعد ياخذ يروح للعدد الثاني الخمسه راح يخلي هنا من وين؟ راح ياخذ الدور بالفور راح ياخذ الخمسه اصغر من قارنها بالسبعه اصغر لا هسه منو صار عند المينيموم؟ الستة المينيموم منو صار عندي؟ وهو اول مقارنه فرز انه الستة اصغر منين؟ من العدد الثالث هي من العدد الثالث اخذ منو؟ اخذ الستة راح يرجع يقارن ياخذ العدد الثاني اللي هو من وين؟ الخمسة يقول اف الخمسة اصغر منين من المينيموم؟ وياه وصار؟ من الستة خمسة اصغر من الستة؟ ايفين صحيح راح منو يطبع لي؟ المينيموم الخمسة واضح؟ هسه كم هو راح يعيدها يعني بدون ما انت بدون ما انه البرنامج بدون ما راح تعيد انت ثلاث متغيرات هو راح يعيد الخطوات كم مرة؟ على اساس عادة ثلاث مرات باستخدام شنو؟ باستخدام الفور هنا استخدمت الفور على مود يكرر لي المتغيرات يدخل ثلاث متغيرات وفرضت المينيموم هو اصغر عدد اللي هو عدد الثالث اي 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 لان عندك فور هو 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 اوريدي راح يدخل لك ثلاث ارقام زين ها ثلاث ارقام هنا بما انه فور لازم يدخل لك كم عدد ثلاث لازم يقارن ثلاث لان انت قايل لي انا اريد كرر لي الاي كررها ثلاث مرات هذا المتغيرات دخلت ثلاث متغيرات فبالبرنامج من تطبع شو يقول لك دخل لي الرقم الاول دخل لي الرقم الثاني دخل لي الرقم الثالث زين راح يقارن بين اثنين ثلاثتين ويطلع لك من وين؟ راح يطلع المينيموم واضح؟ اذا هسه صار عندي شرطين بالبرنامج، الشرط الاول انه طلع المينيموم والشرط الثاني انه عندك ثلاث ارقام لازم يستخرج بيناتهم المينيموم، على مود ادخل ثلاث ارقام من البرنامج استخدمت الفور وعلى مود اقارن بين بين الارقام الثلاثه استخدمت من وين؟ استخدمت الاف صار واضح؟ تقدر يعني ها راح يدخلك بس عدد واحد من راح يشيل الفور راح يدخلك بس اكس وحده بس اكس وحده راح يدخلك تقدر تشيل الفور تخلي ثلاث متغيرات اكس واي وزد ايش راح تقارن تقارن بالبدايه بين الاكس والواي والاكبر تقارنه ويا الاصغر تقارنه ويا الزد فلازم يصير عندك كم اف تستخدم تستخدم اثنين يعني راح تقول اف هاي واي هاي اذا طلع مثل عدد اصغر ايلس تقارنه ويا من الاف الثانية تقارن هذا العدد ويا العدد الثالث وتدور تطبع العدد الاصغر بينما هنا نستخدم الفور كم مرة العفو الاف كم مرة مرة واحدة ليش؟ لان هو مدخل لي عندي لوب يكرر ثلاث مرات صار واضح؟ ليش ما حنا لوب؟ ها؟ لوب ما استخدمت الدوم استخدمت الفور ما عندي هنا دوم فهنا راح يطبع لي باوع هسه وانا باوع ايش عندك؟ للفور عندك شنو؟ نيكست معناه انه شنو؟ ارجع دخل الثاني العدد الثاني نيكس دخل العدد شنو؟ العدد الثالث لما تنتهي شنو؟ لما تنتهي الفور واضح؟ فبالبدايه تغلق الاف الدور تغلق النيكس والدور تطبع من وين؟ اصغر عدد يعني صار واضح؟ صار واضح؟ اذا هسه باوع انه الفرق بين الدو بين الفور كيف اسوي ماتشنج او ربط بين الاف وبين الفور يعني شلون استفاد من خاصيه الشرط بنفس الوقت استفاد من خاصيه التكرار هاين صار واضح صار واضح هسه هنا لو اريد استخدم الاف وحدي بدون التكرار لازم اكرر الاف ثلاث مرات او مرتين على مود اقارن مرتين اقارن بين العدد الاول والثاني والناتج اقارنه ويا العدد الثالث خليت الفور قبلها استعاضيت بين اقارن مرتين قارنت مره واحده هو راح يكرر لي باستخدام اللوب صار واضحني هسه شفنا الفرق بين الدو شفت الفرق بين الفور الفور فقط عمليه تكراريه ما تحتوي على اي شرط خلي ببالك انه الفور ما تحتوي على اي شرط فقط انه تكرر يعني انت قال لي كرر لي 10 مرات كرر لك 15 مره ما تقول له شرط معين بينما بده يكرر باستخدام شنو باستخدام شرط تشرط عليه يا بي. انا اريد اكرر لي 100 مره بس لازم كلهن اصغر من ال 100 كرر لي 100 مره بس كلهن لازم يعني مثلا فوق يعني فوق ال 100 مثلا واضح انه الشرط باستخدام تكرار باستخدام الشرط
هسه نجي للبرنامج الثالث. أو السؤال الثالث. هسه السؤال الثالث يقول write bar graph to find the odd number between 3 وال 100. هسه شو يريد من عندي؟ يريد الأعداد الفردية بين منو؟ الثلاثة والمية. هسه أجي بالبداية أشوف كم متغير عندي. كم متغير عندي هسه؟ واحد متغير واحد، انه انا راح ادخل عدد واتشيك اشوف فردي لو شنو؟ لو زوجي، مو صحيح؟ اذا كم متغير عندي؟ متغير واحد. اذا هسه بالبدايه عرفت التعريف، خلصت من التعريف. وراها اجي المن اشوف البرنامج، استخدم الفور، استخدم الدو، زين؟ اكيد انا استخدم الاف ليش؟ لان انا عندي شوب صار معي، اريد عدد نمبر. الأعداد الفردية. زين. هسه أسألك سؤال. أحتاج أقول الإكس إنبوت بوكس؟ ما أحتاج ليش؟ لأن هي الفور واحد يشبهها. هي حققت لي الأعداد. هي راح تدخل لي شنو؟ الأعداد. ما أحتاج أنا أدخل أعداد ثانية. هنا أنا دخلت الإكس لأن التكرار ما استخدمته من للعدد نفسه كم متغير. أنا استخدمت كاونتر. شوف واضح هسه هنا أنا شنو؟ X1 يساوي 6، X2 يساوي شقد؟ 5، X3 يساوي 7. هذا من وين؟ هذا الاي، وهذا من وين؟ هذا الاكس، واضح؟ فلهذا استخدمت الاي، واستخدمت شلون؟ واستخدمت الادخال، عمليه الادخال. بينما انا ايش ما احتاج؟ هو نفسي هنا من 3 ل 100 هو راح ياخذ لي، يعد لي من 3 لوين؟ للمية. فما احتاج شنو؟ اسوي عملية ادخال كم متغير ثاني. ها صار واضحة؟ هسه انت تقول لي استاذ ليش ما قلت هنا اكس انبوت بوكس؟ ليش ما كتبت هنا استاذ اكس انبوت بوكس؟ لان هو الاي يعني وفى لي الغرض اللي اريده، هو وفى لي الغرض انه دخلت ايش قد؟ من 3 ل 100. ها عيني واضح؟ فهسه بالبداية اجي اسالك تستخدم الفور لو الاي؟ اكيد راح استخدم الفور. ليش؟ لان هو حدد لي الاعداد من 3 لل 100. اذا هسه بالبدايه قلنا كم متغير عندي؟ راح يصير عندي متغير واحد دم الاي از انتجر. راح اجي ادخل 4 اي يساوي 3 لل 100. وراها اجي للشرط مالتي. شنو هو الشرط مالتي؟ الاعداد الفرديه. شنو الشرط مال الاعداد الفرديه؟ شلون اكتبه بلغه البرمجه؟ راح اكتب اف الاي، الاي من وين؟ اللي هو الاعداد اللي راح جاي داخلها. اف الاي مود الاثنين يساوي لي شنو؟ واحد. شنو معناها مود الاثنين؟ تقسيم الاثنين، يعني اذا قسمت هذا العدد تقسيم الاثنين راح يبقى لي شنو؟ راح يبقى بباقي. يعني على سبيل المثال ثلاثه، لو دخلت الثلاثة تقسيم اثنين راح يبقى لي عندي شنو؟ راح يبقى واحد. اثنين تقسيم اثنين يبقى عندي واحد. لو دخلت مثلا السبعة تقسيم الاثنين راح يقدر يطلع ستة تقسيم اثنين بها اثنين وش قد يبقى؟ ثلاثة ويبقى عندي واحد. فهذا شنو معناه هاي؟ أعداد فردية. بينما لو أشرط الشرطة الأعداد الزوجية الإيفين ايش راح يصير؟ هاي مود الاثنين شو يساوي لي؟ راح يساوي صفر، يعني ماكو أي باقي للقسمين. Then print an I and if or next. يعني هو شو يريد؟ يريد الأعداد الفردية، يعني تشيك كل مرة ويطبع، تشيك العدد ويطبعه. راح تشيك كل الأعداد، يعني من 3 ل 100. زين؟ لو قايل له مثلا خلي البرنت برنت ال I and if next print الـ شو راح يطبع؟ يا عدد راح يطبع يا عدد آخر عدد اللي هو ايش قد؟ 99. ها؟ صار واضح؟ يطبع 99. ليش؟ لأن خليت البرنت ورانا هاي.
احسنت، فخليت البرنت ورا من ورا النكس، فراح نكمل اللي كله يلا يطبع لي شنو؟ يلا يطبع العدد، بينما انا اريد شيء كل الاعداد يطبع لي يطلع لي النتيجه بكل بكل مره، فش اخلي؟ خليه بهي الصيغه هاي، اكتب لي برنت الاي الدور منو؟ اند الاف ونكس. واضح؟ مو تخلي لي الاند اف بعد النكس. واضح؟ اللي لازم يغلق الشرط بعدين يغلق منو؟ بعدين يغلق لي اللوب. واضح يا شباب؟ واضح. السؤال الاخير تمارين اليوم يقول رايت بروجرام تو فايند الفاكتوريال الخمسه. شنو الفاكتوريال؟ تعرف الفاكتوريال؟ شنو معنى فاكتوريال؟ ها؟ المضروب ما سامعين بيه؟ يعني هسه من اقول لك مضروب الخمسه مضروب الثلاثه مضروب الخمسه مضروب الثلاثه معناها كيف؟ احسن. معناها انه خمسه في اربعه في ثلاثه في اثنين في واحد. ها واضح؟ هاي معناها الفاكتوريال. زين هذا لازم كم مره اكرر هذا؟ واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسة. إذا لازم أحتاج لوب يكرر لي كم مرة؟ خمس مرات. لذلك يستخدم شنو؟ لازم أستخدم الفور. فباوع لنا شنو هسه كم متغير عندي؟ متغير واحد. إذا رايت بروجرام تو فايند ذا فاكتوريال أوف الخمسة ديم الآي شنو؟ الإف والآي باعتبار الاف هو شنو؟ العدد اللي راح يدخل المتغير الخمسه فاكتوريال الخمسه فاكتوريال سته، والاي هو شنو؟ اللوب اللي الكاونتر راح يعدي. اذا هسه راح صار كم متغير عندي؟ اثنين الاف والاي. از انتجر الاف اول عدد ايش قد راح افرضه؟ واحد. ليش؟ لان عدد واحد لان عمليه الضرب. يعني لو فرض هسه صفر انا ايش قد راح يصير ناتج؟ راح يصفر. واضح؟ بينما احنا من الساعة ها من الساعة بالعملية الجمع شو استخدمنا؟ الصميشن. صار واضح؟ فأول يعني ثابتة. بعملية الصميشن إذا عندك عملية جمع عملية الصميشن أول عدد تبدي بيش قد؟ صفر. النظير عملية الجمع هو الصفر، بينما النظير عملية الضرب هو منو؟ واحد. اللي هو الواحد. فأول عدد فرضه منو؟ واحد. فور آي الخمسة. ليش واحد الخمسة؟ خمس مرات. كم مرة تكرر؟ خمس مرات. خمس مرات. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وقال لي فاكتور سبعة كم مرة تكرر؟ سبعة مرات. إف إيش راح يساوي لي؟ الإف بمن؟ بالآي. يعني إيش راح يقول لك؟ الآي أول مرة شقد ياخذ؟ واحد في شقد؟ في واحد زائد إيش راح يسوي؟ اثنين في شقد؟ في واحد. شقد هذا الناتج مالته؟ اثنين. الدور يقول اثنين في ثلاثة. الدور ثلاثة في ثلاثة. والدور شقد؟ أربعة في أربعة. وهكذا. يعني راح يكرر العدد، راح ياخذ العدد، ياخذ الفاكتوريال يضربه في آخر عدد وصل له. راح يبدي يضرب العدد الأول بالواحد. يضرب الواحد بمن؟ بالاثنين. يضرب الاثنين بمن؟ بالثلاثة. وهكذا الحد ما يصير نفس هاي الصيغة، أربعة في خمسة في ثلاثة في اثنين في واحد. يعني يبقى الواحد هو شبيه عملية تكرار. أنا أسوي فيها حتى تصير واضحة عندك. أنا أسوي فيها هنا أسأل الآي إيش قد عندي هنا؟ خمسة. الآي فاكتوريال الخمسة اللي هي خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد. نظر ايش قد ضربت انا؟ واحد. فرق واحد. اللي هو من هو؟ الاف. فش صار عند الاف؟ يساوي واحد اللي هو الاي اللي قد فرضته اول مره في واحد. صار واضح؟ ايش قد صارت عند الاف؟ واحد. اللي قد راح يفرضها؟ واحد في ايش قد؟ في اثنين. صار واضح؟ صارت اثنين. اثنين في ايش قد راح يسويها؟ ثلاثة. في ثلاثة.
صار واضح الدور يجي شو يقول؟ اثنين في ثلاثة في شقد؟ أربعة. أربعة، هاي اثنين في ثلاثة هي مين هاي؟ الألف القديمة. صار واضح الدور يجي للأخيرة، الألف القديمة شقد مقدارها؟ اثنين في ثلاثة في أربعة، والآية شقد؟ صار واضح أسرع واضح؟ واضح يسار؟ هذا الإف القديم وهذا من وين؟ هذا الآن اللي هو التكرار 5 4 3 2 1 وهذا الإف بدأ من الواحد صار 2 2 في 3 2 في 3 في 4 مضروب؟ شباب صار واضح حساس؟ أعيد لك إياه فاكتور الخمسة معناها أنه حاصل ضرب 5 أعداد واضح؟ فلازم اكرر كم مره؟ خمس مرات. عندي ان شاء الله جديد انه النظير الضرب هو ايش قد؟ واحد. فلازم افضل العدد الاول ايش قد؟ واحد. ما افضل صفر. وبديت كررت انه الاي في شنو؟ في الاف. الاف جاي يتكرر اللي هو اخر عدد يوصل له بالاي اللي هو واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه على اساس فرق ثاني من واحد للخمسه. صار واضح؟ نقدر نسبت العدد مثلا من خمسه عادي. تقدر تفرض عادي من خمسه. ها عيني طلاب، واضحة هاي الأمثلة؟